ليس لها من دون الله كاشفة. هذا ممتاز. لماذا هذا صحن واسخ جدا؟ الحمد لله انتهى. لماذا هذا رمال ألا كثير جدا؟ الحمد لله يكون نظيفا. شريف طالب في الجامعة، وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. القراءة هواية مفيدة. اسمي حفصة، ما اسمك؟ اسمي دينا. وما اسمك؟ اسمي دينا. يا دينا، ما اسمها؟ يا ديني، ما اسمها؟ اسمها نادية. أنا أحب تدرس. السلام عليكم يا أختي ديني. وعليكم السلام، ماذا بك يا أختي؟ تعالي يا أختي، تعالي. انتظري لحظة، هيا نجلس هنا يا ديني، هيا نجلس هنا. ماذا تريدين أنت؟ لدي خبر مهم. أي خبر؟ هل عرفت هناك أستاذة جديدة في فصلنا؟ لا، لا أعرفها، ما اسمها؟ اسمها أستاذة حفصة، بلغني أنها ستدرس اللغة العربية. أحقا بما تقولين أنت؟ نعم. لماذا تدرس اللغة العربية وأنا لا أريد أن أدرس اللغة العربية؟ لماذا يا أختي؟ أليست اللغة العربية لغة الدين؟ بلى، ولكنها صعبة. قد درستها خلال 3 سنوات ولكنني لم أستطيع جيدا. اصبري يا أختي، سمعت أنها تخرجت في معهد دار اللغة العربية وتستطيع أن تعلم لغة العربية جيدا. عليك أن تدرسي عندها، سأنتظرك غدا في الفصل. حسنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن؟ بخير والحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. طيب أيتها الطالبات، أنا مدرسة جديدة في هذا المعهد وأريد أن أعرف نفسي. اسمي حفصة، أنا من جاكرتا، وأنا سأدرس كن اللغة العربية بطريقة سهلة إن شاء الله. أحقا بما تقول أستاذة، لا أصدقها. يا أستاذة، أريد أن أسألك. تفضلي. هل تؤجر الطالبة في تعلمها للغة العربية؟ طبعا يا أختي، تعلم اللغة العربية وسيلة إلى فهم القرآن والسنة
وبالتالي الإنسان أن يحتجب أجرا وثوابا في تعلم هذه اللغة، لأنها وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعلم اللغة العربية فيها أجر وثواب عظيم متى كانت نية الإنسان بتعلمه لهذه اللغة أن يفهم القرآن والسنة. إذا تعلمت اللغة على اختلافها وأنواعها لتجعلها وسيلة لك في نشر الخير والهدى، فإنك تؤجر على هذا التعلم. هل فهمت يا ديني؟ نعم فهمت يا أستاذة. أحسنت يا ديني. طيب، والآن افتحنا كتبكن في الوحدة الأولى، التحية والتعارف. اقرأنا بعدي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اسمي خولة. اسمي خولة. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي خديجة. اسمي خديجة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب، والآن اكتبنا المفردات. طيب، نظر ينظر إلى. أنا أنظر. أنت تنظر. والآن استمع يستمع. أنا أستمع. أنت تستمع. طيب، يا دينا، نظر ينظر إلى. أنا أنظر. أنت تنظر. ما شاء الله، أحسنت. يا ديني، استمع يستمع. أنا ماذا يا ديني؟ استمع يستمع. أنا تستمع. لا، ليس تستمع. أنا أستمع. فهمتي؟ طيب، ما جمع حال يا دينا؟ أحوال. ما شاء الله، أحسنت يا دينا. طيب، والآن يا ديني، يا ديني، ما جمع اسم؟ سماء. لا، ليس سماء، ولكن جمعها اسم أسماء. فهمت يا ديني؟ فهمت. الحمد لله، وقد وصلنا إلى نهاية الحصة اليوم. أرجو استفدنا من هذا اللقاء. نكتفي بدعاء كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختي تشا وأختي نادية، أين كنتما؟ لماذا لا تدخلان الفصل؟ غلبني النعاس حتى لا أستطيع أن أدخل الفصل. وأنا كذلك يا أختي. الحمد لله، أنا الآن فهمت اللغة العربية. ما شاء الله، من مدرستك؟ الأستاذة حفصة. يا أختي، يجب علينا أن ندرس الإسلام باللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، ولا يفهم القرآن إلا بها. هل الأستاذة حفصة تدرسك العربية بالعربية؟ نعم، هي تدرسني العربية بالعربية،
لذلك أنا فهمت جيدا وأريد التخصص في علوم اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة. لماذا تريدين التخصص في علوم اللغة العربية؟ لأنني أريد أن أكون مدرسة للغة العربية في الجامعة إن شاء الله، ويجب أن أعرف هذه اللغة جيدا. أنا لم أستطيع أتحدث باللغة العربية ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات، أريد أن أتعلم العربية جيدا، ماذا أفعل؟ تعالي معي ندرس اللغة العربية عند الأستاذة حفصة. نعم نعم إن شاء الله. يا أختي، من هي؟ هل هي ديني؟ نعم نعم هي ديني، هيا نذهب إليها. هيا بنا، هيا هيا بسرعة، هيا هيا. السلام عليكم يا أختي. السلام عليكم يا أختي، هل يمكننا أن نجلس هنا؟ تفضلي. ماذا بك يا أختي؟ لا شيء. يا أختي، فيما تفكرين أنت؟ أنا أفكر في الدراسة العربية. لماذا أنا لم أستطع العربية جيدا؟ ليس هناك مشكلة، أهم الشيء نحاول أن نفهمها جيدا ولا ننسى المراجعة كل يوم. نعم إن شاء الله سأحاول كل محاولة. ما لكنا تجلسنا هنا؟ ألا تراجعنا الدرس؟ ديني يا أستاذة، هي قلقة ولا تتحمس في الدراسة. ماذا بك يا ديني؟ لماذا العربية صعبة يا أستاذة؟ يا أختي، كثير من الطالبات يقولن إن العربية لغة صعبة، ولكن هل هي فعلا كذلك؟ وظننت أن اللغة العربية صعبة فإذا هي سهلة، ولكن عليك أن تعرفي طريقة تعلمها حتى تتعلميها بشكل صحيح، وأنا سأعلمك إن شاء الله. هل فهمت يا ديني؟ نعم فهمت يا أستاذة. اسمعي يا أختي، هذه النصيحة من الأستاذة أن اللغة العربية ليس صعبة ولكنها سهلة. صحيح يا أختي أن اللغة العربية سهلة. تحمسي من الآن، هيا ندرس معنا ونراجع معنا. شكرا لكنا وشكرا يا أستاذة على هذه النصيحة. حماسة يا أختي. الحمد لله، هي الآن تستطيع العربية جيداً.